أخبار اليوم. وداعا أبو تريكة وأهلا رمضان صبحي. رمضان صبحي من مواليد 27/6/1997، المركز خط الوسط، لاعب فيه كل المواصفات الفنية التي يبحث عنها المدربين. رغم صغر سنه إلا أنه استطاع في وقت قصير أن يستحوذ على قلوب الأهلوية كبار وصغار. ظهوره جاء في توقيت غاية في الأهمية نظرا لاعتزال عاشق القلوب محمد أبو تريكة، وترك الساحة الرياضية بلا أي نجوم حتى ظهر هذا الولد المشاكس رمضان صبحي الذي أدخل الطمأنينة لعشاق كرة القدم المصرية. عساه أن يعوض غياب النجوم الكبار أبو تريكة وبركات. فهل يتمسك الولد المشاكس رمضان صبحي بهذه الفرصة بكل ما يملك، أم الشهرة والمجد والفلوس ستجعل منه لاعبا عاديا مثله مثل كثير من اللاعبين الذين دخلوا في عالم النسيان؟ نفسيا وعلميا وكل حاجه خطا خطير جدا. رمضان صبحي ولد لعيب، تريكه الجديد اهو، هو ده تريكه الجديد. رمضان صبحي يا رمضان. بص شوف رمضان ده من انهي فصيله، شوف الجينات بتاعته كلها جينات ابو تريكه، يسجل النادي الاهلي. بص رمضان صبحي، بص الولد السعداوي الجميل عمرو السعداوي يرفع عينه في احلى توقيت واحلى تايمينج، يسجل النادي الاهلي هدف في المباراه الثالث. رمضان عاوز يسجل في بطولة زايد للناشئين في أبو ظبي اللي بتضم مجموعة من أكبر فرق العالم بيشارك الأهلي والزمالك. كان أكبر ملحظ موجود إن في ولد عنده 17 سنة اسمه رمضان صبحي بيلعب مع الأهلي، واد ممشوق وجسمه ما شاء الله. شوفوا اللاعب ده، دي مجموعة لقطات ليه، وشوفوه بيصنع الأهداف إزاي وبيجيب الجوان إزاي. الناس اللي شافوه كل التعليقات هذا خليفة أبو تريكة في الملاعب المصرية. تمشي كرة تاني على طول في الشمال ورمي التماس على الأسبان واللعيب البرازيل في هذه البطولة. كرة على طول تانية طويلة أمامية ملعوبة خطيرة. هو ده لو ده عمل حاجة وعمل شغل الأهلي هيختلف. نبيل بيمرر لرؤوف، يا ولد يا سلام على التسديدة، حلوة حلوة حلوة. رمضان صبحي، صبحي يوسع ويديك ابو تريكه. تريزيجيه عدى حلو، تريزيجيه وادي العرضيه خطيره، وادي عمرو جمال بيتابع، ولكن مره تانيه عرضيه وادي اللمسه ورمضان يقدر. جول. اهلا رمضان. رمضان جانا واهلا رمضان. رمضان صبحي.